لا تزال حالة الطوارئ في كييف معلنة عقب شلل أصابها جراء عاصفة ثلجية غير متوقعة عرقلت حركة المواصلات وهطلت على المدينة ثلوج بارتفاع 50 سنتيمتر، وأرسلت جرارات ومركبات مدرعة ومعدات ثقيلة أخرى يوم السبت لتطهير الطرق. كل وسائل المواصلات متوقفة، الركاب فضلوا النزول والمشي للوصول إلى منازلهم لأن الحركة متوقفة منذ 3 ساعات، المدينة مشلولة فعلا. بعض سائقي السيارات تخلوا ببساطة عن سياراتهم ليتمكنوا من الوصول للمنازل سيرا على الأقدام. قررنا النزول إلى الشارع ومساعدة السائقين على إخراج سياراتهم العالقة بالثلج. علمنا بواسطة الفيسبوك أن هناك سيارات عالقة. الشلل أصاب أيضا حركة الطيران في المدينة. مركز الأرصاد الجوية أفاد أن حالة الطقس هذه ستستمر من يومين إلى 3 أيام.